كاين شي طاكسيات كيعرفوا راني مغربي ما بغاوش يتخلصوا عندي. القصة بدات ملي قلت لكم عشتي غادي لواحد البلاد اللي انا عمرو بلا فيزا ولكن ما عمركش كنتخيل راسي غنمشي ليها ومازال ما عرفتش المشاكل اللي غيطراو ليا ولا غادي تدوز مزيان. هذا اول نهار هنا في الجزائر وكاينين دابا في الصيف. وصلت المطار ما كملت فيه حتى 15 دقيقه تقريبا، نزلت خرجت عطوني واحد الورقه عمرتها عاد من الجزائر وفين جاي. فاميل صاحبي جزائري شو جابوا لي؟ تشتري جد جزائر اخي جديد وصلت. كيفاش تعاملوا معايا تزير مورا ما عرفوا بلي راني مغربي هنا في بلادهم؟ ام واحد الدار اللي يكون صبيصه كاينين شي طاكسيات كيعرفوا راني مغربي ما بغاوش يتخلصوا عندي. وشي بلايص مشيت ناكل فيهم حتى هما باش يخليوني نخلص. لا ما ندوي على الناس ديال المغنيه اللي رحبوا بيا ودخلوني لدارهم وكيشبعهم تروح معاهم اتاي لان الحرشه اجواء عالميه. الناس اللي ما كتعرفوا ما كيعرفوك تيقول لك مرحبا بك عندنا في تزير. ولا خاوه خاوه اللي تسمع من الدراري الصغار ولا وحلتي بشي حاجه تلقى الناس كيديروا جهدهم كاملهم باش يعاونوك. دراري الله يعطيكم الخير، الله ينورك، الله يحفظك، الله يعطيكم الخير. خلاوا خدنا تزير خطيكم فتنه وداك الشيء راه في لي ريزو سوسيو، اما هنايا راه جبناه راه يرحبوا بك وتعيش هو هذاك.